نشرع في تفسير سورة نوح. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة نوح مكية بإجماع المفسرين. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر، يعني بأن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب يوم أليم، يعني إذا لم يؤمنوا يأتيهم عذاب مؤلم في الدنيا والآخرة. ونوح عليه السلام، ذكرنا نسب نوح عليه السلام، وأن نوح عليه السلام بينه وبين آدم، هذا نوح، بينه وبين آدم من الآباء تسعة من الآباء، بينه ونوح، بين نوح وبين آدم تسعة أو عشرة من الآباء. يقول الله سبحانه وتعالى: قال يا قوم إني لكم نذير مبين. قال نوح: يا قوم إني لكم نذير مبين، يعني بين الإنذار وواضح. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. أن اعبدوا الله، أنا أقول لكم اعبدوا الله ولا تعبدوا آلهة أخرى، واتقوه، اتقوا الله سبحانه وتعالى، وأطيعون، لأني رسول من عند الله سبحانه وتعالى. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. يغفر لكم من ذنوبكم، يعني يغفر لكم ذنوبكم، فالإسلام التوبة تغفر ما قبلها. ومن ذنوبكم، بعض أهل العلم يقول أن من هذه للتبعيض، يكون معناها يغفر لكم جميع الذنوب التي بينكم وبين الله، أما الذنوب وحقوق العباد فهذه لا يغفرها الله سبحانه وتعالى إلا بعد الاقتصاص. ويؤخركم إلى أجل مسمى، يؤخركم بلا عذاب إلى أجل مسمى، يعني وهو أجل الموت. إن أجل الله إذا جاء، أجل الله هنا عذاب الله سبحانه وتعالى، إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. لو كنتم تعلمون هذا المعنى، لو آمنتم بهذا المعنى لآمنتم برسل الله سبحانه وتعالى. نلاحظ أن أجل بهذه الآية لها معنيان: ويؤخركم إلى أجل، أجل يعني أجل الموت. إن أجل الله، الكلمة الثانية، أجل الله يعني عذاب الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. يقول نوح: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، يعني دائما متصلا، وصلت الليل بالنهار في الدعوة، فلم يزدهم دعائي، يعني دعوتي، إلا فرارا، يفرون عن الإيمان. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وإني كلما دعوتهم إلى الإيمان، إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم لأجل أن لا يسمعوا كلامي، واستغشوا ثيابهم، يعني غطوا رؤوسهم بثيابهم بالأقمشة لئلا ينظروني، وأصروا على الكفر، واستكبروا، تكبروا عن الإيمان، واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ثم إني دعوتهم جهارا، هل هو تأكيد للمعنى السابق؟ الآن الله سبحانه وتعالى يقول: ثم إني دعوتهم جهارا، يعني رفعت صوتي، ثم أعلنت لهم الإعلان. قال الله سبحانه وتعالى: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم بصوتي وأسررت الكلام لهم إسرارا، يعني بدأ يكلم الرجل بعد الرجل في السر ويدعوه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى عبادته. فقلت استغفروا ربكم، استغفروا من الشرك، إنه كان غفارا، يغفر جميع الذنوب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المقطع العاشر من تفسير الجزء 29 من مقاطع التفسير الميسر، ولسنا في تفسير سورة نوح. يقول الله سبحانه وتعالى: يرسل السماء عليكم مدرارا. يقول الله سبحانه وتعالى: يرسل السماء عليكم مدرارا. لما ذكر في الآية الماضية: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فكان يقول المفسرون: منع الله سبحانه وتعالى عن قوم نوح القطر من السماء، وأعقم أرحام نسائهم، قالوا 40 سنة، لذلك
نوح يقول عليه السلام يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء هنا بمعنى المطر، يرسل السماء المطر الذي كانوا منعوه عليكم مدرارا يعني كثير الدرور. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويمددكم بأموال وبنين، وقد سبق أنهم أعقمت نسائهم والله أعلم، ويجعل لكم جنات يعني بساتين ويجعل لكم أنهارا، أنهارا جارية. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يقول الله سبحانه وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تخافون لله وقارا يعني عظمة، والرجاء هنا بمعنى الخوف. ويجوز أن نقول ما لكم لا ترجون يعني لا ترون لله وقارا، الوقار أي العظمة. والرجاء في القرآن له معاني، المعنى الأول الرجاء بمعنى الأمل، قال تعالى أولئك يرجون رحمة الله، يرجون أي يأملون، وقال تعالى ويرجون رحمته يعني يأملون رحمته، وهذا هو الأصل في القرآن. والرجاء يأتي بمعنى الخوف، قال الله سبحانه وتعالى اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، وارجوا هنا بمعنى خافوا اليوم الآخر. وقال الله سبحانه وتعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا يعني لا يخافون لقاءنا، وقال تعالى لا يرجون حسابا يعني لا يخافون الحساب. المعنى الثالث وهو الموجود في الآية التي معنا أمامنا بمعنى ترى، الرجاء بمعنى ترجو بمعنى ترى، يرجو بمعنى يرى. ما لكم لا ترجون يعني لا ترون لله وقارا يعني لا ترون لله عظمة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. وقد خلقكم أطوارا، خلقكم أطوارا، فالنطفة طور والعلقة طور إلى تمام خلق الإنسان، يعني الله سبحانه وتعالى خلقكم أطوارا، فهذه آية في أنفسكم تدل على توحيد الله سبحانه وتعالى بأنه خلقكم شيئا بعد خلق شيئا بعد شيء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. ألم تروا، ألم تنظروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، بعضها فوق بعض. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وجعل القمر فيهن يعني في السماء، في السماء الدنيا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وصف الله سبحانه وتعالى القمر بأنه نور، والشمس بأنها سراج، لأن السراج مصدر الضوء بخلاف القمر، فهي القمر يعكس، لذلك الله سبحانه وتعالى سماه نورا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والله أنبتكم يعني خلقكم من الأرض نباتا، الذي خلق هو آدم، إذن المراد أنبتكم، الخطاب هنا المراد أباكم آدم. والله أنبتكم من الأرض نباتا، خلقكم من الأرض، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، ثم يعيدكم فيها يعني مقبورين، ويخرجكم إخراجا يخرجكم للبعث إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. والله جعل لكم الأرض بساطا يعني مبسوطة، لتسلكوا منها سبلا يعني طرق، فجاجا يعني واسعة. الله سبحانه وتعالى يعدد هذه النعم لأجل أن يقول الذي فعل هذه الأشياء هو المستحق للعبادة، والعبادة هي التعظيم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. قال نوح رب إنهم عصوني، لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى، واتبعوا الفقراء، اتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، اتبعوا الرؤساء المنعم عليهم يعني لم يزدهم إلا خسارة أي طغيانا وكفرا. ومكروا، من هم الذين مكروا؟ هم الرؤساء، ومكروا مكرا كبارا أي عظيما، مكرا عظيما جدا، بأن كذبوا نوحا عليه السلام وآذوه ومن اتبعه، ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. ومن هذا المكر الكبار وقالوا لا تذرن آلهتكم، هذا أعظم المكر، يقولون للفقراء لا تذرن آلهتكم، لا تتركوا الآلهة، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أصنام، 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 هذه أسماء أصنامهم، هي أسماء قوم
صالحين كانوا بين آدم ونوح عليهم أسى، فنشأ بعدهم يأخذون، يعني كانوا هؤلاء عباد، فلما ماتوا قال لهم إبليس لو صورتم هؤلاء يكون أنشط لكم في العبادة وأشوق لكم ففعلوا. ثم نشأ بعدهم قوم آخرين فعبدوها، نسي العلم مثل ما قال ابن عباس، ثم عبدوها. وقد أضلوا كثيرا هؤلاء الرؤساء، أضلوا بهذه الأصنام كثيرا من الناس بأن أمروهم بعبادتهم. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، الظالمين أي الكافرين لا تزدهم إلا ضلالا. هذا دعاء من نوح عليه السلام لما أعلمه الله سبحانه وتعالى أنهم لا يؤمنون. لذلك نوح عليه السلام يقول ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، الظالمين أي الكافرين. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. مما خطيئاتهم يعني بسبب خطيئاتهم بسبب ذنوبهم أغرقوا بالطوفان، فأدخلوا نارا يعني سيدخلون النار في الآخرة. وجاء الله سبحانه وتعالى بلفظ الماضي أدخلوا، هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية يأتي بمعنى بلفظ الماضي لتحقق الوقوع لأن الوعد حق. فلم يجدوا لهم من دون الله يعني غير الله أنصارا يعني يمنعونهم العذاب. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال نوح لما أخبره الله سبحانه وتعالى أنه لن يؤمن أحد، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يعني ديارا يعني نازل ينزل الدار. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. إنك إن تذرهم يعيشون في هذه الأرض يضلوا عبادك، الأبناء هذا الجيل يضل الجيل الذي بعده، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا يعني لا يلدوا إلا من يفجر ويكفر. لأنهم قالوا عنهم أن الرجل من قوم نوح كان يعني ينطلق بابنه إلى نوح فيحذره ويقول هذا كذاب ويحذره أن يصدق نوح، لذلك قال ولا يلدوا إلا كافرا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ثم قال الله سبحانه وتعالى ربي، هذا من دعاء نوح، رب اغفر لي ولوالدي، لأن كان أبوي نوح عليه السلام كان مؤمنين، ولمن دخل بيتي مؤمنا، الذي يدخل بيتي الذي يدخل المكان المعين، بعضهم يقول أن بيتي المراد به السفينة، الذي يدخل هذه السفينة مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات إلى يوم القيامة، ولا تزد الظالمين إلا تبارا أي هلاكا. فأهلكهم الله سبحانه وتعالى بالطوفان وأنجى نوحا ومن معه من المؤمنين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.